رحلة التراث المغربي بين الموروث والمعاصر، رحلة تحكيها فريدة عمرو باستعمال لغة الألوان والأشكال بدل الحروف والكلمات في معرض لها برواق نادرة بالرباط. عزيز عليا الألوان الباهية المفرحة بحال هذا الطبيعة، معنا مولودة في إفران بقيت ديما عزيز عليا ما هو وريضات وجبال أشجار كل شيء، كل ما هو راك كتشوي في الألوان كلهم عندي فيهم ميلونج ديال الألوان اللي هي مفرحة. في لوحاتها تبرز فريدة عمرو جمالية المغرب من خلال خلق تناغم هندسي وفني، وتوضح معالمه في مجموعة من اللوحات بالكثير من الدقة والإتقان المثالي للزوايا والظلال والضوء. هو عبارة عن فسيفساء وباكورة سنين، وهي تبقى ديما بحث عن الذات باش بور افوار ديك لومبرانت ديالها البصمة، ولكن اللي في عند الفنانة هو الرغبة الجامحة ديال التتبع وديال المؤتمرة إلى آخره وصلت هذا المستوى. تجربة بصرية فريدة من خلال الألوان اللامعة والأشكال الرمزية تتقاسمها هذه الفنانة التشكيلية مع زوار معرضها بالعاصمة الرباط.